لأن أكبر القتلى قاتلوا الأمل، ولأن من قلب الظلام يسطع النور، ومن قلب الدمار يولد رجاء جديد، ولأن داعش غير باقية ولن تتمدد. حلقة خاصة من نجوم بلا حدود بوجه التطرف والعنف والإرهاب وداعش وممارساتها، يتنافس فيها 10 مراسلين عرب وجائزة 30,000 درهم إماراتي للتقرير الأفضل. والقرار بيد مشاهدي الآن ولجنة التحكيم، سيدة المسرح كارول سماحة، الإعلامي زافين، ومديرة أخبار تلفزيون الآن رانيا صياح. موعدنا يوم 17 نوفمبر 10:00 بتوقيت السعودية لنقل رسالة واحدة: غير باقية ولن تتمدد.